نلاحظ دلوقتي كل الفاكتورز اللي بتاثر في الاكس راي كوانتيتي اللي هي عدد الاكس راي فوتونز. لقينا الملي امبير سكند بتزود الاكس راي كوانتيتي بشكل بروبورشنال. اوكي، لما بنتكلم على الاكس راي كوانتيتي خلينا يعني الايمج ريسبتور ممكن يبقى مختلف شويه عشان بيعتمد على التكنولوجي بتاعه الايمج ريسبتور، بس هتكلم على الاول على الاكس راي كوانتيتي. ملي امبير سكند بتزود الكوانتيتي بشكل لينير، يعني بشكل بروبورشنال، زودت مقدار 2 يبقى هنا الكوانتيتي تزيد بمقدار 2. الكي في بي بيزود بطريقه يعني كوادراتيك، يعني طريقه فيها سكوير، يعني لو زودت الكي في بي للضعف الاكس راي كوانتيتي هتبقى 4 مرات. الديستنس كل ما طبعا يعني زودت الديستنس بين الاكس راي جنريتور وبين التارجت اللي انا بصوره، طبعا كل ما بيحصل عندنا ريدكشن ده الانفرس سكوير اللي هو العادي ده، ملوش علاقه بالاكس راي جنريتور نفسه. كل ما احنا زودنا الديستنس كل ما بيحصل طبعا ان نفس الاكس راي انرجي بتتوزع على مساحه اكبر، فبالتالي بيبقى عادتها في نفس المساحه في مكان اما بيكون اقل. الفلتريشن طبعا كل ما زودنا الفلتريشن كل ما كان عندنا ريدكشن في الاكس راي كوانتيتي. الامج ريسبتور بقى بيتكلم على ان احنا دلوقتي الاكس راي فوتون دوت لما هيجي يعمل صوره، هو براكتيكالي دلوقتي احنا بنتكلم على ما بقاش حد تقريبا يستعمل افلام، كل الناس بتستعمل ديجيتال امج ريسبتورز. فالامج ريسبتورز الحقيقه بتعتمد على عدد الفوتونز بشكل مختلف شويه عن الطريقه اللينير اللي ممكن الفيلم يعتمد عليها يعني في الحاله دي. فاحنا بنتكلم على في بعض الحاجات بتبقى هي نفس الحاجه، يعني مثلا في ملي امبير سكند بتبقى كل ما زودنا عدد الاكس راي فوتونز او كل ما الكوانتيتي اعلى كل ما كان الاكسبوجر يعني شكل الصوره اللي موجوده عندنا هتبقى اثقل شويه، الصوره تبقى عندنا اوضح او عندنا عدد اكننا عملنا صوره مثلا باضاءه اقوى. في الكي في بي، الكي في بي الحقيقه هنا بيأثر لنا في الكوانتيتي سكوير، هنا في الامج ريسبتور بيأثر لنا to the power 5. طبعا الانتر اكشن بتوين الاكس راي فوتونز مع الريسبتور بتعتمد مش بس على عدد الفوتونز، بتعتمد على الانرجي بتاعت الفوتون هي كام. وبالتالي لما بنعلي الانرجي بتاعت الفوتون لما بنزود الكي في بي بيتأثر لنا على الامج ريسبتور اكسبوجر بباور 5. باور 5 معناها لو انا بتكلم على ان انا عملت دبلنج للكي في بي هتزود لنا الاكس راي كوانتيتي لباربعة، هتزود لنا الاكس راي او الايمج ريسبتور اكسبوجر بمقدار 32، يعني 2 تو ذا باور 5. اوكي، فدي لازم ناخدها في اعتبارنا عشان هي دي اللي براكتيكالي بنشوفها. احنا بالنسبه لنا عدد الاكس راي فوتونز ما بنشوفوش غير في الصوره نفسها، في تاثيرها في الصوره. فاحنا بنتكلم على الايمج ريسبتور بيأثر لنا بشكل اضافي، مش بس يعني بيتاثر بعدد الفوتونز بس وخلاص، لا بيتاثر كمان بالانرجي بتاعتها، فبالتالي بيبقى تاثره اكبر بكتير من اللي تاثر الاكس راي كوانتيتي. طبعا بالنسبه للفلتريشن وبالنسبه للديستنس ما نقدرش ان احنا نغير طبعا بالنسبه للايمج ريسبتور نفس التاثير بالنسبه للاثنين.